فخر من كلماتي لأدب عن عرض الرسول بذاتي أحمي الرسول بما ملكت منافحا للشعر أكتبه على الورقات البدر يسمو في السماء بعزة والشمس ساطعة بلا طاقات والكلب ينبح لا يضر سماءنا والإفك سوف يصيبكم. بعض المنسرين يذهبون إلى المسلمين إلى جهال من المسلمين الذين لا يعرفون عن دينهم شيئا ويحاولون أن يشككوا في دين الإسلام، ومن هذه الأشياء أو من هذه الأحداث أنهم أو من هذه الأساليب أنهم يذكرون قتل المرتد في الإسلام، يذهبون إلى مسلم يقولون له يا أيها المسلم انظر كيف يكون دينك صحيحا وعندكم في الدين يوجد قتل المرتد، أين حرية الديانة؟ هذا عنف وإننا عندنا سلام دين سلمي. التاريخ يشهد على شيء آخر ولكن هذا موضوع آخر، لأن أشد حروب دينية هو الحرب بين الكاثوليكيين والبروتستانتينيين من سنة 1618 إلى 1648 في أوروبا، قتلوا أكثر من 7 ملايين شخص. هذه فقط بعض المعلومات. ولكن لنرجع إلى الموضوع، يقولون انظر كيف يوجد عندكم قتل المرتد. أنا لا أريد أن أتكلم عن هذا الحكم، عن حكمة هذا الحكم، من يريد أن يعرف هذا الحكم ويريد أن يستفسر عن هذا فعلي أن يذهب إلى العلماء في بلدان العربية، وهناك علماء كثيرون، سألهم إذا أردت استفسالا هذا الأمر تفضل. لكن أريد أن أتكلم عن هذا التحجج، عن هذه الشبهة. إذن هو يريد أو المنسر يريد أن يقول لا يمكن أن يكون الإسلام دينا صحيحا من عند الله والإسلام يأمر بقتل المرتد، هذا هو كلامه. الآن أقرأ شيئا من المسمى بالكتاب المقدس. سفر تثنية الاشتراع، يقال أن هذا أنزل على موسى، والنصارى يؤمنون بأن موسى عليه السلام نبي مثلنا مثل المسلمين. في إصحاح 13 عدد 7 يأمر الله، هذا أمر من عند الله، وإن أغراك سرا أخوك ابن أمك أو ابنك أو ابنتك أو امرأتك التي في حضنك أو صديقك الذي هو كنفسك قائلا هلما نعبد آلية أخرى لم تعرفها أنت وأباؤك من آلية الشعوب التي حوالكم القريبة منكم والبعيدة عنكم من أقاصي الأرض إلى أقاصها فلا ترضى بذلك. إذن يصف هناك أن شخص ما سواء الابن أو الأم أو الأخ يأتي إليك ويقول تعالى نحن الآن نعبد هذه الآلية آلية الشعوب، فماذا عليه أن يفعل؟ حسب الكتاب المقدس، حسب كتابكم يا أيها النصارى، يقول فلا ترضى بذلك ولا تسمع لا ولا تعطف عنك ولا تعطف عينك عن لي
ولا تبقي عليه ولا تستر عليه، ولا تستر عليه، بل اسمع، بل اقتله قتلا، يدك تكون عليه أولا لقتله، ثم عيد سائر الشعب أخيرا، ترجمه بالحجارة فيموت. هذا هو بصفة تثنيع الشراع إصحاح 13، وتبدأ من أداة 7 إلى أداة 11. ماذا أريد أن أقول الآن؟ لعلك يا أيها النصراني تقول الآن نعم، ولكن هذا في العهد القديم. نعم صحيح، هذا في العهد القديم، ولكن أنتم تؤمنون أن العهد القديم وحي من عند الله. هل الله أخطأ هنا؟ هل الله أخطأ هنا؟ أو هل هذا محرف؟ إذا أمنت أن الله لا يخطئ، فكيف تقول الآن قتل المرتد في الإسلام دليل على عدم صحة الإسلام؟ كيف تقول هذا؟ كيف تقول هذا؟ هذا تناقض، هذا تضليل للناس بكل صراحة. وإضافة إلى ذلك، إذا قلت هذا في عهد القديم، أقرأ عليك أيها النصراني شيئا من العهد الجديد، بل إنجيل متى إصحاح 5 عدد 18. حسب هذا الإنجيل قال عيسى: الحق أقول لكم، لن يزول حرف أو نقطة من الشريعة حتى يتم كل شيء. ما هي الشريعة؟ الشريعة في اللغة العبرية التوراة، والسفر تثنية الاشتراع السفر الخامس من التوراة. إذن الحق أقول لكم، لا يزول حرف أو نقطة من الشريعة حتى يتم كل شيء أو تزول السماء والأرض. فمن خالف وصية من أصغر تلك الوصايا، أي من تلك الوصايا في الشريعة أي في التوراة، وعلم الناس أن يفعلوا مثله، أي هذه المخالفة، عد الصغير في ملكوت السماوات، في ملكوت السماوات. أما الذي يعمل بها ويعلمها فذاك يعد كبيرا في ملكوت السماوات. إذن عيسى يقول حسب كتابكم يا أيها النصارى أن كل ما كان موجودا في الشريعة أي في التوراة أي في الأصفار موسى الخمسة، وكلها لا شيء منها يزول، بل من يعلم الناس مخالفة هذه الشريعة حسب الإنجيل متى، فإنه أدى الأسقى في ملكوت السماوات. إذن هو يذنب. والآن السؤال، من خالف هذه الشريعة؟ من غير كل هذه الأشياء؟ عيسى كان مختونا، من خالفه؟ بولس. عيسى لم يأكل خنزيرا لأن هذا ممنوع في العهد القديم، في الصفة الثالثة من موسى لم يأكل خنزيرا. من أباح الخنزير؟ بولس. من أباح كل هذه الأشياء؟ بولس. من اخترع الخطيئة أصلية؟ اليهود لم يؤمنوا، أي فرقة من اليهود لم يؤمنوا في التاريخ قط بالخطيئة أصلية كما يؤمن بها النصارى يعني. ولم يؤمنوا اليهود أن المسيح، أن الله يتجسد ويأتي إلى الأرض ويفتدي بذنوب الناس، لم يؤمنوا ذلك. من اخترع هذا؟ بولس. وعيسى يقول خلاف ذلك. ولذلك أنا أتساءل، لماذا تتبعون بولس وتتركون عيسى؟
ولكن ما الحل؟ إذا أردت يا أي نصراني أن تتبع عيسى فعليك بالقرآن، لأن الله جاء بهذه رسالة جديدة، ويقول الله تعالى هذه رسالة لكم يا أيها النصارى ويا أيها اليهود في سورة النساء آية 47. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت، وكان أمر الله مفعولا. للنصر من كلماتي لأذب عن عرض الرسول بذاتي، أحمي الرسول بما ملكت منافحا بالشعر أكتبه على الورقات. البدر يسمو في السماء بعزة والشمس ساطعة بلا طاقات، والكلب ينبح لا يضر سماءنا والإفك سوف يصيبكم بثمان.